بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام مي، تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنة النعيم خالدين فيها وعد الله حق وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل داب وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني بل الظالمون في ضلال مبين. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لأبنيه وهو يعزه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاكداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا مخروف واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تكو مثقال قبة من خردل فتكن في صخرات أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقيم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصغر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مراح إن الله لا يحب كل مختال فخور.
وقصد في مشيك واقدد من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الخمير. ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لكم تبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ. وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعوهم فننبئوهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور. نمتعوهم قليلا ثم نضطروهم إلى عذاب قليل. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني الحميد. ولو أن ما في الأرض من شجرات أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إن الله سميع بصير. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى، وأن الله بما تحملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأنا الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته، إن في ذلك لآية لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر فمنكم مقتصد، وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن ولده شيئا،
بغدغاخ كي خقو فلا تغرنكم الحياة دنيا ولا يغرنكم بلاخ الغرو. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير.